لندن. الجزيرة مستحوذة على اهتمام بعض وسائل الإعلام الحقيقة الغربية، وتحديدا وكالات الأنباء الأمريكية. الـ AP أو الأسوشيتد بريس عاملة موضوع عن تفاصيل دخول الجزيرة على الخط في الأزمة مع اللي هم بيسموها يعني الأزمة مع قطر، والتليجراف أيضا تتحدث في نفس الموضوع، التليجراف البريطانية. خلينا نبدأ من الـ AP الأسوشيتد بريس، والعنوان يقول الجزيرة هي هدف في مواجهة الخليج مع قطر. وناخد بالنا في اختيارات العناوين دايما وبعض التحليلات داخل بعض التقارير الخاصة تحديدا بالأزمة أو المشكلة أو القطيعة اللي حصلت الآن مع قطر، دايما التركيز من جانب وسائل الإعلام وبعض الصحف العالمية على دول الخليج، وكأن مصر مش موجودة، يعني وكأن مصر مش ضلع أساسي ورئيسي في هذه المشكلة، وضربت من قطر بشكل مباشر وصريح، مش بشكل غير مباشر زي ما حصل مع الخليج. الـ AP بتتكلم بتقول شبكة الجزيرة العربية اقتحمت مركز القصة أو المركز الحدوتة نفسها، وبيقول أنه بعد تعرض دولة قطر هم لما اسموه حصار افتراضي من قبل جيرانها الخليجيين، و مما اضطرها يتحدثوا لإغلاق مكاتب القناة في أكثر من مكان. بيتكلموا تحديدا عن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطع العلاقات مع قطر بسبب هم كاتبين إيه بقى؟ مزاعم بأنها تدعم، ما زالوا بيتحدثوا عن أنها مزاعم، يعني بعد نشر أسماء معينة وكيانات وتفاصيل ووثائق ما زالوا يتحدثوا عن مزاعم، لأنهم مش منتظرين الحقيقة نشر أي وثائق، هم لديهم كل الوثائق. بيقولوا يتم استخدام الجزيرة كبوابة لزعزعة استقرار المنطقة، انه ده ادعيناه احنا، ادعوه الدول العربية. وبتتحدث الـ AP عن ما اسمته الشبكة القطرية او قناة الجزيرة، وبيقول انها بتعد من اكثر القنوات العربية شهرة في العالم، ويتحدثوا انها وده حقيقي طبعا انها اغضبت حكومات الشرق الاوسط منذ وقت طويل، وبيقولوا انها كانت في البداية من الدول القليلة اللي قدمت من القنوات عفوا القليلة اللي قدمت وجهات نظر، هم اسموها وجهات نظر بديلة. بعض النقاد اللي خدوا رأيهم الأسوشيتد بريس بيقولوا أنها تحولت في السنوات الماضية لتعزيز الحركات الإسلامية كأداة للسياسة الخارجية لدولة قطر. بيتكلموا عن حكام المنطقة اللي بيروا أنه هم شايفين أنه حكام منطقة العربية هم اللي شايفين أنه الحركات الإسلامية دي بما في ذلك جماعة الإخوان بتمثل تهديدات، ولكن الغرب يبدو أنه لا يرى ذلك. بيقولوا أنه قطر رفضت الاتهامات اللي توجهت إليها، والوزير خارجية قطر قال وكالة أنباء أسوشيتد بريس تحديدا بيقول لا توجد وسيلة لإسكات قناة الجزيرة اللي بيقول أن قنواتها بتصل ل 100 دولة و 310 مليون منزل حول العالم. الشيخ محمد عبد الرحمن قال تاني كمان، قال إذا كان أي شخص بيعتقد أنهم سيفرضوا علينا أي شيء على شؤوننا الداخلية أو القضايا الداخلية لبلدي فهذا لن يحدث، نحن دولة مستقلة ذات سيادة خاصة بنا. بالضبط هو الجملة دي، يفرضوا علينا شيء خاص بالسياسة الخاصة ببلدي، طيب وماذا عن أنه أنتوا بتفرضوا وتتدخلوا في السياسات الخاصة ببلدنا؟ ده مقبول عادي. بيتكلم في الـ AP في هذا التقرير وبيقولوا أنه هو أضاف وقال أنه هذه الإدعاءات، وصف ما يقال على الجزيرة أنه إدعاءات بتستند لأخبار كاذبة وملفقة، إحنا اللي بنعمل أخبار كاذبة وملفقة. التقرير في الأسوشيتد بريس بيقول أن الجزيرة وقطر الاثنين سماهم أنهم متشابكين منذ عام 96 بما أسموه دعم مالي من الأمير الحاكم الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وده اللي بتذكره الـ AP. الـ AP كمان بتتكلم انه ايه؟ انه بيقولوا انه طوال فتره وجود الجزيره تم تمويل المحطه في الغالب من قبل الحكم القطري، في الغالب. هو انتوا ما عندكوش المعلومات انه يعني الجزيره عايزين يبدو الامور وكان القناه قناه مستقله ولا تعبر عن النظام الحاكم في قطر ولا عن الحكومه القطريه؟ مساله غايه في الغرابه الحقيقه.